مع الثورة الإلكترونية التي اجتاحت العالم وانتقلنا من جيل الكتاب الورقي إلى الهواتف المحمولة إلى الآيبادات إلى غيرها، هل ما زال الكتاب الورقي محافظاً على رونقه؟ هل هناك من يحرص على قراءة الكتاب الورقي؟ اليوم وزارة الثقافة في قطر أعطتنا رسالة أن الجيل ما زال يقرأ الكتاب الورقي. أول معرض رمضاني في الدوحة، الدور عربية وقطرية، الحضور من الرجال والنساء من الأطفال، فعاليات، محاضرات، كل الذي أقوله شكرا لوزارة الثقافة وشكرا لقطر.